الموعد استدعاء الهيئة الناخبة سوف يضع حد للتأويلات وللتسمم، ويعني سوف تتضح الصورة مما يسمح لكل واحد أن يحدد موقفه. رغم سياسة التقشف ورغم التقهقر نحن لا يمكننا أن ننكر الإنجازات المسجلة. لقد سجلنا هذا لا نوفيل فورمول النمط الجديد في السكن الإيجاري الترقوي، والذي لا شك سوف يقلل أو سوف يخرج العديد من العائلات من الضيق.